الذين كفروا الأنبياء، ما رأيكم؟ يوجد من الخوارج فئة وطائفة قالت بجواز كفر النبي، النبي ممكن يكفر عادي ويموت كافر خش جنة. شوف شوف الجنون، هذا في كل مكان، هذا موجود من زمان هذا العبث. على فكرة أحد التكفيريين في دولة عربية كبرى حين أحرجه الدليل وهو يكفر كل من عصى الله بالكبائر بالصغائر ما فيش هكذا، فقيل له أين أنت من قول الله وعصى آدم ربه فغوى؟ قال كافر. كفر النبي، كفر أول الأنبياء وكفر أبا البشر جميعا، فنحن نسل الكافر، إحنا كلنا طلعنا نسل الكافر. شيء لا يصدق يا أخوان، نعوذ بالله من الهوى، نعوذ بالله من الغرض، والله العظيم.